بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول العلاقات الأسرية. وما أحوجنا إلى أن نتكلم عن العلاقات الأسرية. تعرفون أيها الإخوة أنه كل عمل أو مهنة أو قضية لا بد الداخل فيها أن يعرف مجمل ما تتطلب هذه القضيه او المهنه او العمل فكيف اذا كانت القضيه قضيه كبرى وهي بناء خليه اجتماعيه واسره في هذا المجتمع اذا لابد لكل من الزوج والزوجه من معرفه دقيقه بتفاصيل الحياه الزوجيه وهذا ما يفقده كثير من ابنائنا وبناتنا ربما يعتمدون على رؤيتهم لحياه ابائهم وامهاتهم واعمامهم واخوالهم وعماتهم وخالاتهم وما الى ذلك من المحيط الاجتماعي ولكن هذا لا يكفي لا يكفي ان يمنح الزوج والزوجه خبره يستطيع من خلالها معالجه ما يحدث من امور او يستجد من احداث لذلك كان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول في قضيه التجاره والبيع والشراء في الاسواق وهي قضيه من القضايا الاقتصاديه التي يدخل فيها الناس كان يقول لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في ديننا اذا كان يطلب من كل بائع ومشترٍ ان يعرف البيوع الحلال والبيوع الحرام، البيوع الصحيحه والبيوع الفاسده، ما كان بيعاً وما كان ربا، ما كان جائزاً وما كان غير جائز، حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الربا. وهكذا. فكذلك نجد اليوم في مجتمعاتنا كثيرا من النتائج السلبيه الناتجه عن مقدمات خاطئه نجد الاختلافات الزوجيه نجد الجهل بين الزوجين فيما ينبغي ان يكون عليه كل واحد منهما هل هناك حقوق وواجبات بين الزوجين ما رايكم هل توجد حقوق وواجبات نعم توجد حقوق وواجبات والاسلام وازن بدقه وعداله وانصاف بين الحقوق والواجبات سواء بين الزوجين او بين الاب واولاده والام واولادها او بين الجار وجاره او بين القريب وقريبه او بين المسلم والمسلم الاخر او بين الانسان والانسان وهكذا نجد الموازنه الدقيقه العادله المنصفه بين الحقوق والواجبات فما هي اذن حقوق الزوج على زوجته لماذا نريد ان نتعرف على هذه الحقوق من اجل ان نقول للزوجه كوني على معرفه ودرايه كامله بحقوق زوجك سواء زوج المستقبل او الزوج الذي جئت اليه حديثا وجديدا او الزوج الذي مر عليكما فتره من الزواج وماذا ينفع بعد مضي فتره من الزواج تدارك الامور تدارك الخطا وتصحيحه خير من التمادي فيه الرجوع عن الخطا خير من التمادي في الباطل وهكذا الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل ما هو اول حق للزوج على زوجته انه الطاعه طاعه الزوجه لزوجها هل الطاعه هنا مطلقه طاعه عمياء لا لماذا لان الزوج ليس معصوما قد يخطئ والاسلام لا يفرض الطاعه المطلقه لمن قد يخطئ انما الطاعه المطلقه لمن لا يحتمل عليه الخطا لذلك نجد خطاب الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فنجد أن طاعة الله جاء بالفعل أطيعوا الله طاعة مستقلة مطلقة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأطيعوا الرسول أيضا طاعة مستقلة ومطلقة طبعا هي من طاعة الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله ما يأمر والرسول عليه الصلاة والسلام متقيد بشرع الله أتم التقيد فهو لا يخرج عنه أبدا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو معصوم ومعنى معصوم أي لا يخطئ فهو لا يخطئ ولا ينوي الخطأ ولا يقدر على الخطأ منعه الله من الخطا من المعاصي والقول الراجح في المساله ان الانبياء لا يعصون الله عز وجل قبل النبوه ولا بعدها وما ورد مما صورته المعصيه او اسمه المعصيه فهو مؤول في حقهم ليتماشى ذلك مع العصمه ومع وجوب الانقياد انقياد الاقوام والامم لهم في كل صغيرة وكبيرة. إذا طاعة الزوجة لزوجها واجبة. وهو حق للزوج. وهذه الطاعة كما قلنا مقيدة. أي مقيدة بطاعة الله. لذلك في الحديث الشريف: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني عندما يأمر أي مخلوق مخلوقاً آخر بأمر فإذا كان هذا الأمر داخلا ضمن طاعة الله تعالى فيمتثل الأمر إن كان أمر هذا الشخص واجب التنفيذ. وإن كان هذا الأمر يخالف أمر الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان أبا ولو كان زوجا أي الآمر لو كان الآمر أبا أو زوجا أو رئيسا أو ملكا أو كبيرا أو صغيرا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني طاعة الله اولى واوجب. ماذا يقول الله عز وجل في موضوع طاعة الزوجة لزوجها؟ الذي هو سبب كثير من المشكلات الزوجية. اخاطب اخواتي الزوجات. وهذا الخطاب خطاب يخاطب العقول والقلوب. واريد من خلاله سلامة الحياة الزوجية من المشكلات والآفات لو أنك أيتها الزوجة أطعت زوجك في كل ما يأمر وعرفت ماذا يرغب وماذا يحب لم تظهر هناك مشكلات ولا خلافات لكن المشكلة أن كثيرا من الزوجات يجعلن أنفسهن ندا للزوج كما له الرأي لها الرأي كما يأمر تأمر هي طيب ليس الامر كذلك الان لا يستقيم ان يكون رجلان في بيت كل واحد منهما يأمر لا لا يمكن ان يستقيم امر البيت لذلك حكمه الله اقتضت التزاوج بين الذكر والانثى يكمل بعضهم او بعضهما البعض الاخر هذا التزاوج الفطري الشرعي هو الذي شرعه الله عز وجل وشرع له ضوابطه من اجل ان يكون محكما قويا منتجا مستمرا دائما يقول الله عز وجل يخاطب عباده واللاتي تخافون نشوزهن فاعظون اي النساء الزوجات اللاتي تخافون تعاليهن وتجاوزهن لاوامركم ولرغباتكم النشوز هو التعالي والارض الناشز هي المرتفعه فهي تتعالى على الباقي الارض واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا فان اطعنكم اذن المقصود طاعه الزوجه لزوجها ان تتم هذه الطاعه وان تحصل هذه الطاعه وان تستمر هذه الطاعه ومعالجه الزوجه الناشز من اجل ان ترجع الى الفطره السليمه في الزواج السعيد الناجح وهو هذه الفطرة هي الطاعة والانقياد لأمر الزوج ورغباته فلو أن كل زوجة أطاعت زوجها لماذا تحصل مشكلة يقول لها مثلا لا تخرج إلا بإذني ومن حقه ذلك وليس هذا تحكما في الزوجة أو في المرأة عموما إنما هذه حكمة الله في تشريعه اقتضيت هذه الحكمة من اجل بقاء الاسر والعائلات والزواجات قويه متماسكه غير متصدعه البنيان لا ينتشر فيها الطلاق والهجران لابد اذن اختي الزوجه من طاعه للزوج وعدم نشوز وعدم تعال هذه مهمه جدا ونحن الان نتكلم عن حقوق الزوج وتكلمنا عن الحق الاول وهو طاعه الزوجه لزوجها فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لم يبق بعد طاعه الزوجه لزوجها شيء يعترض عليها فيه تحجبي تتحجب لا تختلطي بالاجانب لا تختلط لا تاذني لفلان او فلان او اجنبي ان ياتي لا تاذن لا تذهبي الا باذني لا تذهب ماذا بقي الطاعة جمعت كل خير حافظي على نفسك تحافظ على نفسها اهتمي بأولادك تهتم بأولادها نظف البيت تنظف البيت إذا نجد أن حق الطاعة جمع كل الحقوق جمع حسن المعاشرة إذا كان مطلوب حسن المعاشرة من الطرفين أيضا فالزوجة الطائعة حسنة المعاشرة إذا كان مطلوب أن تصون نفسها وعرضها وشرفها فإن الطاعة تجمع ذلك ولكن قد يغفل الزوج عن مثل هذه الأوامر بعض الأزواج نتيجة الجهل في الدين نتيجة عدم كمال التربية في جانب الغيرة والمحافظة على الزوجة ربما يسمح لها بالزينة والاختلاط لكن الدين هو المرجع لكلا الزوجين يحتكمان اليه ويطبقان اوامره ويجتنبان نواهيه نسال الله عز وجل لكل زوجين ولكل عائله تمام الالفه والمحبه والموده والرحمه ونساله تبارك وتعالى السعاده لكل زوج وزوجه انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين